الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، كلكم يعلم كم يهيب كتاب الله سبحانه وتعالى المسلمين بأن يتحدوا وبأن يتضامنوا وبأن لا يتفرقوا وبأن لا يتنازعوا ويتخاصموا. وما منكم إلا من قرأ أو سمع كثيرا من الآيات التي يهيب فيها البيان الإلهي المسلمين بالانقياد لهذا الأمر، من مثل قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولكن ما هي الضمانة التي شرعها البيان الإلهي لكي يستطيع المسلمون أن ينفذوا هذا الأمر القدسي الذي يكرره بيان الله عز وجل على أسماعهم؟ ما هي الآليات التي بها يمكن أن تتحقق هذه الوحدة وأن يتخلص المسلمون من المنازعات وأسباب التفرق؟ هنالك ضمانات شرعها الله سبحانه وتعالى. تعالوا أحدثكم عن طائفة منها. الضمانة الأولى: دعوة الله عباده أن يتلاقوا على جامع مشترك من هوية العبودية لله سبحانه وتعالى. ولعلكم جميعا تقرؤون قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وما أعلم يا عباد الله غذاء تتنامى به وشيجة الأخوة الإنسانية كغذاء العبودية لله، إذ تسري مشاعره بين عباد الله جميعا فتحولهم مشاعر العبودية لله إلى ما يشبه أفرادا من أسرة واحدة، يتلاقون بمشاعر الحب والوئام والتعاون. فهذه هي الضمانة الأولى. أما الضمانة الثانية فتتمثل في القرار الذي أرسته الشريعة الإسلامية بناء على مصدريها القرآن والسنة،
أن لا يتعامل الناس في دنياهم إلا بالظواهر التي تتبدى عليهم، وأن لا يقتحم أحد بواطن الآخرين في هذه الدنيا. فلا الحاكم الأعلى ولا القاضي ولا المفتي، حتى الرسل والأنبياء لا يملك أحد منهم إذا أراد أن يحكم أو إذا أراد أن يتبين الخير والشر من شخصية إنسان ما، لا يملك إلا أن يقف عند الأدلة الظاهرة. فإذا أراد أن يقتحم ذلك إلى الباطن جاء التحذير من لدن رب العالمين لينبهه إلى أن المحكمة الباطنة مؤولة موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الضمانة الثانية، لا يجوز للإنسان أن يحكم على الآخرين إلا بظاهر ما يتبدى له. أما الضمانة الثالثة فهي ما يقرره بيان الله عز وجل من أنك إذا رأيت احتمالين يتجاذبان شعورك تجاه أخ لك، أحدهما حسن الظن والآخر سوء الظن، يأتي بيان الله عز وجل ليأمرك بأن تنبذ سوء الظن وتلقيه ظهريا وراءك وأن تعتمد على حسن الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذه الضمانات الثلاث هي التي تضمن يا عباد الله أن تتحقق الوحدة المنشودة بين المسلمين في أي عصر من العصور. هي الضمانة أن لا يتسرب إليهم الشقاق وأسبابه. تعالوا الآن يا عباد الله لنجد تطبيقات هذه الضمانات التي أرستها شريعة الله سبحانه وتعالى فيما بيننا. من أهم تطبيقات ذلك ما قرره علماء المسلمين بالإجماع من أن زيدا من الناس إذا طافت به احتمالات الكفر، وكانت احتمالات كثيرة ولم يبق إلا احتمال واحد في المئة لاعتبار أنه لا يزال مسلما، فإن هذه الضمانات الثلاث التي حدثتكم عنها تجبرنا بأن نتمسك بالاحتمال الباقي الواحد وأن نطوي دلائل كفره. هكذا بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى مصداق هذا الكلام. روى الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فذرة الإيمان هذه هي التي تساوي أقل من 1%. ولقد أعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الذرة تبقيه مسلما، ولا يجوز لنا أن نلتفت إلى الاحتمالات الكثيرة الأخرى. أرأيتم إلى هذه الدلالة في هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان؟ تعالوا إلى هذا الدليل الثاني. روى الشيخان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه إذ دخل رجل فساره في أذنه. يقول راوي الحديث: فلم ندري ما ساره حتى
أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته، وإذا به يستشيره في قتل شخص يرى أنه غير مسلم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: فأولئك الذين منعني الله سبحانه وتعالى منهم. تعالوا أيها الإخوة إلى مزيد من الأدلة على هذا المعنى الذي تتمثل فيه الضمانات الثلاثة التي حدثتكم عنها. أحاديث صحيحة كثيرة وصلت إلى درجة التواتر المعنوي، كلها تتضمن معنى واحد: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، من عاش لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وأحاديث كثيرة أخرى بلغت كما أقول لكم مبلغ التواتر المعنوي. تعالوا إلى عملية تطبيقية مارسها رسول الله. عباد الله، لو كان في المسلمين من يستأهل أن يكفر لذنب ما، لدليل ما، لكان أولى الناس بأن يكفر هو عبد الله بن أبي ابن سلول، ذاك الذي أمعن إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي قال بملء صوته أثناء رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات: ما أرانا وجلابيب قريش، أي رعاع قريش، يقصد رسول الله وأصحابه، ما أرانا وجلابيب قريش إلا كما قال المثل: سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولكنه كان يشهد أن لا إله إلا الله، وكان في ظاهره ملتزما بالإسلام ومبادئه وأركانه. إن فتحنا باب التكفير لسبب ما فليس أولى من في الناس جميعا من عبد الله بن أبي بن سلول أن يكفر. وإذا كان في الحكام وفي القضاة وفي العلماء والمفتين من يحق لهم أن يكفروا فليس فيهم أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكفر. ولكنه لم يكفر عبد الله بن أبي بن سلول، ولما مات كان رسول الله في مقدمة من صلى عليه. عباد الله، عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد أن ينطوي عهد الصحابة وجاء عهد التابعين، تنامت فرق إسلامية شاردة عن منهج الإسلام، تكاثرت في كيان الدولة الإسلامية كما تتكاثر الثآليل على الجسد السوي، من أمثال المرجئة والجهمية والحشوية والمجسدة والخوارج وما إلى ذلك. هل كفر المسلمون أي فرقة من هذه الفرق؟ نهائيا أصغينا السمع إلى مواقف بقايا الصحابة، إلى مواقف التابعين، وهؤلاء هم السلف الصالح. لم نسمع قط أن فيهم من كفر خارجيا أو كفر مرجئيا أو كفر
أي من هذه الفئات أو الفرق التي شذت وشردت عن صراط الله سبحانه وتعالى. ويذكرني هذا بالإمام أحمد الذي يزعم اليوم بعض المتطرفين أنهم يسيرون وراءه وأنهم يتبعون نهجه. أحمد بن حنبل هو الذي أوذي أشد أنواع الإيذاء، أنواع الإيذاء عن طريق المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق، لم يكن كلام الله مخلوق، لم يكن ثم وجد. أوذي وحبس وضرب، نعم، مدة طويلة في عهد المأمون، ثم إن الله عز وجل شاء أن ترتفع عنه المحنة في عهد المتوكل. جاء بعض أصحابه يقولون له: يا سيدي ادعو الله على ابن أبي دؤاد رأس المعتزلة. قال له: وما يفيدك أن يعذب الله عز وجل يوم القيامة أخا من أجلك؟ لا، بل أدعو الله سبحانه وتعالى له. عباد الله، هذا هو نهج السلف، وهذا هو المبدأ الذي أرساه ربنا في محكم تبيانه، وطبقه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته. تعالوا الآن إلى هذا الفجور الذي يأبى بعض من الناس إلا أن يركنوا إليه. بدافع من ماذا؟ لا والله، لا بدافع من آية في كتاب الله، ولا بدافع من كلام أوصى به رسول الله، ولكن بدافع من أحقاد هيمنت على مشاعرهم وكياناتهم، تتناوى في نفس أحدهم مشاعر الحقد، يبحث يمينا وشمالا عن متنفس، فلا يعثر لذلك إلا على سلاح التكفير. سلاح التكفير هو الذي يشفي غليله، هو الذي يحقق تنفسا عن حقده. ومن هنا يتركون كلام الله عز وجل وبياناته التي لخصتها لكم وراءهم ظهريا، ثم إنهم يتبعون بدلا عن ذلك مشاعر أحقاده، مشاعر الضغائن التي تهيمن على كياناته. أيها الإخوة، شريعة الله تقول إذا طافت احتمالات أكثر من 100 بالإنسان دالة على كفره، بقي احتمال واحد فوق 100 يدل على أنه لا يزال مسلما. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك هي الذرة التي ستنجيه يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. عباد الله، نحن نتداعى إلى الوئام، وهذا ما يأمرنا به الله. نتداعى إلى الحب، وهذا ما يأمرنا به كتاب الله. نتداعى إلى الوحدة، وهذا ما نسمعه ونقرأه صباح مساء في كتاب الله. لكن يا عجبا لمن يمسك بالمعاول ليهدم ما يأمر به كتاب الله. هذا هو الإشكال الذي نعيشه. ورحم الله من قال: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وآخر يهدمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم. اللهم إنا نقر بأن لا نملك عملا صالحا خاليا من الشوائب نتقرب به إليك، ولكن نتقرب إليك بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك. نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بمسكنتنا، بصغارنا، بذلنا، بانكسارنا، بوقوفنا على أعتابك، وبالتصاقنا بباب كرمك وجودك، يا من لا يغلق باب كرمه دون أحد. نسألك إلا استجبت دعاءنا، إلا حققت رجاءنا، يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى الساعة مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا ذا الجلال والإكرام، ارفع مقتك وغضبك عنا وإن كنا نستاهل ذلك. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكلأ ربوع شامنا بعين عنايتك وأتم رعايتك. رد اللهم عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين أيا كان. اصرف اللهم عنها الفتن وأسبابها بما شئت وكيف شئت، عاجلا غير آجل. اهدنا يا رب، اهدنا واهد قادة المسلمين إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم يا ربي عما لا يرضيك. نسألك اللهم بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في أنفسنا وفي أهلنا وفي بلدتنا هذه، يا ذا الجلال والإكرام، وأن تبدل عسرنا يسرا عاجلا غير آجل. اللهم إنا ننتظر فرجك، فرج اللهم عنا. اللهم إنا قد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، حاشاك، وأنت الرب الودود المجيب أن تردها خائبة. ألست ربنا القائل فليعفوا وليعفوا وليصفحوا؟ نعم. نسألك اللهم أن تكرمنا بهذا الذي أمرت به عبادك، اعف اللهم عنا، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل. اللهم وفق عبدك بشار الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، املأ اللهم قلبه بمزيد من التمسك بدينك وأهداب شريعتك. رد اللهم عنه كيد الكائدين، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون.